قرية بكبلة هي منطقة سياحية معروفة فيها مناظر كثير حلوة، منطقة خلابة تابعة لمنطقة جسر الشغور، تبعد عن منطقة جسر الشغور شيء حوالي 5 كيلومتر باتجاه الشمال الغرب، يقصدها السواح طبعا من كافة أنحاء المنطقة عنا، من ريف حلب، من إدلب، من كل المناطق. طبعا في يعني بركات كثير حلوة وشلالات وكذا، طبعا بيتصلوا فينا، عندنا مثلا محلات خيام، بيتصلوا فينا مثلا احجز لي مثلا خيمه كل واحد مثلا، كلها على الحجوزات يعني صارت تقريبا هلا يعني. جاي هيك بدنا نغير الجو يعني، ونبرك على النهر هيك مصطاد سمكات، نشوي لنا شويه لحمات، بنغير الجو هذا كلياته، ونغير نفسيتنا، الضغوطات هيك اللي عايشينها في البلد، نجي لهون على النهر بنغير الجو كلياته. ايه الحمد لله شفنا الجو كثير كويس ومناسب. ايه بقى ان شاء الله هيك مكرر على طول، والجو البلد يعني بالبلد ضغوطات، بس هوني الحمد لله رب العالمين نفسيتنا كثير بترتاح هوني. منطقة سياحية، مي، هواء طيب، هواء نقي، خضر، جبيل، يعني تقصدنا عالم. نحن من خارج المنطقة، من سرمدة، من الدانة، من إدلب، بيجوا بيصيفوا هون، يعني عالم تجي بتنام هون، سهرات كذا. منطقة كثير كثير حلوة للسياحة، وبيروحوا عن حالهم العالم هون كثير. بابا كل ما عطل بيجيبنا لهون، نجي بنسبح وبنسبح وبنلعب مع السمكات وبنشوي وبنلعب المراجيح ونرى المناظر الطبيعية. جينا أنا وأهلي على بكفلة، جينا تسبحنا وأكلنا ورأينا المناظر الجميلة والجبال، وإن شاء الله كل يوم أبوي بيجيب، ولعبنا في المراجيح، وإن شاء الله أبوي كل يوم بيجيبنا لهون.